عندي سؤال مثلا العميد وسؤال للسيد وزير الخارجيه. السؤال للسيد العميد: اللجنه القوميه لتسهيل الحدود مع المملكه العربيه السعوديه اللي بدات اعمالها سنه 2010 عملت 11 اجتماع على حد كلامها. نحن نطالب اللجنه القوميه باحضار مضارب هذه الجلسات لان انا معلومات، وهم اللي المفروض يقولوا لي كلام معلوماتي ان الموقف المصري قد اعترض على خطوط اساس اللي وضعتها المملكه العربيه السعوديه لما حطت خطوط الاساس بتاعها في سنه 2010. اللجنه اعترضت في اجتماعات سنه 2010 اربع اجتماعات اعترضت عليها. اعترضت سنه 2011 لغايه نوفمبر 2011 ثم انقطعت اللجنه واجتمعت مره اخرى في 2015 وتغير الموقف. نتأكد من المسألة دي في المحاضر جلسات اللجنة القومية. ده طلب شرعي وبسيط ولا بد أن أمنع منه. هل فعلا الموقف اتغير من سنة 2011 نوفمبر 2011 2015 ولا لا؟ أما السؤال الآخر للسيد وزير الخارجية، يا سيدي معالي الوزير، الجواب اللي حضرتك اتكلمت عنه واللي السيد رئيس المجلس اتكلم عنه ده على طريق دورة الرب الصلاة. في جواب آخر، وزارة الخارجية بالفعل قالت أنا ليس لدي أي مستندات في الأرشيف. وعلينا إن إحنا نسأل وزارة المالية إذا كان عندها أرشيف. فبعتت وزارة المالية، وزارة المالية ردت بخطاب أو بفرق من السيد وزير الخارجية يقول إن هذا الخطاب مزور. عشان قالت كده أقرت في نهاية خطابها ومما تخطب عشان مش عايز أقرأ نص الجواب. كل ما تقدم ويتضح ان جزيره ايران تدخل ضمن تحديد اراضي الدوله المصريه. ده يقول مصر انا مش عايز اخد وقت من الجزيره. يقول الجواب اللي شرحه حضرة صاحب السعاده وزاره وكيل وزاره الخارجيه اللي شرح كتاب الوزاره رقم كذا هم اللي طلبوا شرح. رقم 853 المعرف في 3 ديسمبر سنه 49 بشان نهايه وزاره الخارجيه بالاشتراك مع وزاره الحربيه والبحريه لتحديد مدى المياه المصريه وطلب الوقوف على معلومات هذه الوزاره بشان جزيره ايران الصخريه المنطقه. I'm gonna get that.
اتفضل سياده النائب. بس العالم المصري بس انا مش عارف هيجيله
عمال تستنى شويه، هنتكلم في الايات كلها مع بعض. دي ايه